طلباتي ان احنا دلوقتي كان 5 6 وزارات تجاهلونا حتى برصاصة الرحمة، ما كانوش بيستخسروا فينا رصاصة الرحمة. وجه المهندس محلب رئيس الوزارة، اول رئيس وزارة يسمع لنا ويقعد معانا ويرجع لنا كرامة، بس الوعود بتاعته دي عبارة عن قبلة الحياة، وقبلة الحياة في الإسعافات الأولية إن ما تبعهاش قرارات صائبة وفيتامينات تحيينا بيموت الإنسان. وإحنا بنقول إحنا يعني 9 مليون معاش أيدوا الدستور، لأن كان فيه مادتين عطتنا حقنا لأول مرة في أي دستور من الدساتير ينص على أموال المعاشات، حق لأصحاب المعاشات، والمادة الثانية إنه الحد الأدنى للمعاشات للأجور والمعاشات. فإحنا متمسكين بالحق بتاعنا ده في الدستور. وبعدين زي ما قلت أنا بوجه نداء باسم اتحاد عام المعاشات للمشير السيسي، بقول له يا سيسي والشعب حالف بالإله، إما استمراره معاك أو فقد الحياة، إما عود الشرطة في ظل الأباه أو قتال الشعب حتى منتهاه، وإحنا هنربط الأحزمة يا سيادة رئيس الوزراء، هنربط الأحزمة لمدة هذا الشهر وبعد الشهر، ولوننا إحنا واثقين فيك. وأنا من 3 شهور قلت كلمة للبدر فرغالي عمنا إن أمنا في رئيسنا وفي قضاتنا العادلين وفوقهم القاهر العلي رب العالمين الذي تعهد في كتابه بنصرة المظلومين. وإلى اللقاء بعد 30 يوم يا سيادة الوزير.